لا يحتاج الأساطير والرموز إلى مقدمات للتعريف بهم، إذ يكفي أن تذكر الاسم لتسطع الأسطر بتاريخهم المتوهج. من هؤلاء الأساطير والرموز الفريق أول عبد المحسن كامل مرتجي، الذي ولد في القاهرة في 5 مايو عام 1916، ليسطر تاريخا زاخرا بأحرف من نور بما قدمه لمصر والنادي الأهلي. تخرج الفريق مرتجي من الكلية الحربية عام 1937، تدرج في الترقي حتى وصل إلى قيادة اللواء 6 المستقل بالقنطرة شرق، كما تولى رئاسة هيئة تدريب الجيش قبل أن يتولى قيادة القوات العربية باليمن خلال الفترة من عام 63 وحتى عام 1965، ليحصل على نجمة الشرف العسكرية أثناء حرب اليمن. من حرب اليمن إلى جبهات الكفاح المصرية، ينتقل الفريق مرتجي إلى قيادة جبهة سيناء في حرب عام 1967، ليكون الوحيد الذي حمل لقب قائد القوات البرية بالقوات المسلحة المصرية، حيث ألغيت تلك القيادة رسميا بعد حرب 67. ونظرا لتاريخه العسكري الزاخر قالوا عنه إنه رجل كل العصور. 15 ديسمبر عام 1965 كان تاريخ انتقال الفريق مرتجي من الحياة العسكرية إلى الحياة الرياضية بالكامل، ليكون الرئيس 9 لنادي الوطنية، مستمرا في رئاسته للنادي الأهلي حتى 13 يوليو عام 67، ثم عاد ليتولى رئاسة النادي مجددا من 8 نوفمبر عام 72 حتى 12 ديسمبر عام 80. تاريخ الفريق مرتجي لم يتوقف عند إنجازاته ومآثره ومبادئه التي أرساها ليتم التأسيس عليها في بناء بنيان صرح الأهلي العملاق، بل امتد بتواجد نجله المهندس خالد مرتجي داخل المنظومة الإدارية بالنادي، حيث يشغل منصب العضوية بمجلس الإدارة حتى اليوم. كان فجر يوم الثلاثاء 5 نوفمبر عام 2013، الموافق لغرة محرم من عام 1435 للهجرة، هو موعد رحيل الفريق مرتجي بجسده عن عالمنا عن عمر ناهز 97 عام، ليبقى تاريخه حيا بيننا إلى يوم الساعة. رحل الجسد وبقيت الأسطورة. رجال العظام مروا في تاريخ النادي الاهلي، مش مفيش مناقشه. عظمه بقى الفريق مرتجي اقولها لك في زاويه محدش واخد باله منها، محدش حساها غير واحد زي حالاتي، ان انا ما كنتش معاه في الانتخابات. يعني انا كنت مؤازر للكابتن صالح في 76، فمن القايمه كلها يعني كابتن صالح لم يدرك التوفيق في اول انتخابات. وجيت مروح قلت له يلا كابتن بقى الانتخابات بنت كده، واضح ان احنا فرق 200 صوت وبقى حوالي 150 صوت، مش حتى لو خدناهم يلا نروح بقى. فقام قال لي لا استنى انت، قلت له انا ايه اللي هيقعدني؟ قال لي انت عندك فرصه. والله ما كنت بحسب لنفسي. قلت له دي فرصه ازاي؟ قال لي بينك وبين الله يرحمه عادل الشواربي، يعني صوت بصوت صوت بصوت، انزل اقعد تحت. فنزلت بقى لقيت طبعا الله يرحمه التونسي وكمال حافظ قاعدين بيحسبوا لعادل الشواربي، وقاعدين في الاخر لقيت التونسي بيقول له مفيش فايده الواد عادل مش شكله هينفد. بس فكمال حافظ يقول لي اول ما تستقيل هنقبل استقالتك، قلت له عمري ما هستقيلك. الفريق مرتجي بقى يعني كان ممكن ياخدني بطريقه يعني سلبيه جوه المجلس، لان انا كنت فعال وبمسك الميكروفونات وبتكلم والندوات والكلام ده، اول مره نعمل ندوات. لكن لا يعني تعاملنا كويس جدا. وبعدين لما سافر الكابتن الوحش دخلوني المكتب التنفيذي، وكنت وعملوا مجلس مشترك تنفيذي بين الاهلي والزمالك، 3 من الاهلي و3 من الزمالك، كنت انا وكمال بيه من الـ3 بتوع النادي الاهلي، الثالث مش فاكر مين بالظبط.
لكن يعني تم التعاون والاحتضان، وبمجرد ما خلصت الدورة رجعنا تاني أنا مع الكابتن صالح وهم في الانتخابات، مفيش غضاضة، وكل يوم أتعشى مع كمال بيه والفريق على أعلى مستوى من العلاقات، ومفيش أي غضاضة، ونجح بقى المرة دي باكتساح الكابتن صالح. أنا بقى ما نجحتش، يعني حصل العكس، لأن الانتخابات كانت نزلت لخمسة بس حاجة زي كده، طلعت السادس يعني. أنا عايز أقول لك، لا مش 92 ده، أنا بكلمك على 80. 80 أنا عايز أقول لك حاجة، هي دي عظمة الأهلي، رموزه دول اللي كانوا بيربونا. بيربونا على الحب، بيربونا على التعاون مش على الاختلاف، ما نقعدش بقى متربصين لبعض أبدا، اللي يقدر يعمل حاجة عشان النادي الأهلي كان بيعملها. طيب رحم الله الجميع والفريق مرتجي، كان نعم الأخ الأكبر يعني. نشوف وهو يتحدث للأستاذ حسن المستكاوي عن كيف دخل الفريق مرتجي النادي الأهلي. لما الأهلي مستواه بيتراجع أو بيبقى في محنة، الناس بتقوم وتقف وتناقش وعايزة تحل. لما الأهلي يكسب مباراة الناس بتتكلم، لما الأهلي يخسر مباراة الناس بتقول الأهلي خسر ليه، محدش بيفكر الفرقة التانية كسبت ليه، دي ظاهرة. ولما حصل أزمة كبيرة في الستينات الدولة تدخلت. الرئيس عبد الناصر طلب من المشير عامر انه يتدخل لحل ازمه النادي الاهلي. المشير عامر كان في هذه الفتره رئيس اتحاد الكوره كمان. يوم كان 20 اكتوبر انا فاكره، ان كان يوم عيد القوات البريه. فوجئت بان عبد الحكيم عامر الله يرحمه جه، انا فاهم انه جاي يعني يهنينا وبتاع، وقال لي اركب معايا. فركبت معاه العربيه، هو بيته في الجيزه. جه قدام النادي الاهلي ووقف، قال لي من بكره تكون هنا. قلت له ازاي، انا مش فاضي. قال لي من بكره تكون هنا، دي اوامر الرئيس جمال. قلت له طب ده في رئيس النادي، ده في المحافظ رئيس النادي. قال لي مالكش دعوه، انا هنظم كل حاجه. وقد كان، دي اوامر بقى صدرت، فاضطريت ان انا لازم انفذ هذه الاوامر. طيب دي الجملة التاريخية اللي بتفض اشتباك او بتلغي اشاعة عند بعض الناس، انه المشير عامر وهو رئيس اتحاد الكورة والزملكاوي الشهير لما الاهلي نتائجه ساءت هو اللي تدخل عشان ينقذ الاهلي فعين الفريق مرتجي، بينما انه الحقيقة زي ما قالها الفريق مرتجي، قال له دي اوامر الرئيس جمال. فاذا الرئيس جمال عبد الناصر في وقتها شايف ان النادي الاهلي نتائجه ساءت، فطلب شوف هو تعيين الفريق مرتجي، نقل قرار هو كان برضو اعتقد ليها سبب، المشير عامر في حكمه سياسيه. عبود باشا هو الرئيس التاريخي، اطول مده رئيس مجلس اداره كان عبود باشا، من 48 لحد 60 61. ايوه اتأمم عبود باشا وغادر البلاد، فضل بره وما جاش، فأصبح مجلس إدارة النادي الأهلي شغيرا، بدأت تتوالى المشكلات. اتعين صلاح دسوقي محافظ القاهرة، اتعين صلاح دسوقي، بعد كده أعتقد الدكتور إبراهيم الوكيل. المهم إن النتائج في الوقت ده نتيجة حصل فراغ، لأن عبود باشا ما كانش مجرد يعني رئيس نادي، ده كان رجل أعمال وبقاله 12 سنة هو اللي بنى حمام السباحة المدرجات بتاعت النادي الاهلي. كان له دور كبير في النادي، كان له دور كبير اقتصادي. فالنادي الاهلي كان واقف على حيله، ما خسرش ولا بطوله في الدوري العام لحد ما سافر. فلما ساءت النتائج بدات فيها مهمه. ان طب ما هو طبعا ما هو النادي الاهلي نتيجه سياسات اتصدرت له الازمات نتيجه السياسات. فكان من الحكمه ان
يحدث تدخل إن يجي رئيس في رأيهم قوي يعيد بعض الأمور إلى نصابها، وكان الاختيار على الفريق مرتجي. سنتها كسبنا الكاس وخسرنا الدوري بتاع الدوري الشهير بتاع الإسماعيلي في الإسماعيلية. في الماتش اللي هو الفاصل ماتش احنا كنا متقدمين ولا كان الكاس 65 مش فاكر، اظن الكاس 65 والدوري بعد كده. المهم يعني في عصر الفريق مرتجي كسبنا الكاس وكسبنا الكاس كان من النادي الاولمبي اللي كان زي الوحش مع الفريق سليمان عزت. فريق سليمان عزت لما اهم لعيبه مصر خد حلمي سليمان من النادي الاهلي وخد بدعه فتاح من الترسانه ومعاه عز الدين يعقوب ومعاه سيد الطباخ، فرقه جباره. ولعبنا الفاينل ونزلنا الملعب كله قطنه بيضاء كلها حربيه بلبسهم. اول ما نزل النادي الاهلي الكتله البيضاء دي كلها اهلي 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 اهلي. حد الكابتن ابو غيده نط قفزه شهيره جدا فوق العارضه وجاب جون وكسبنا 1-0 وكسبنا الكاس. طيب مبادئ الاهلي، لما تسمعوا اي رمز من الرموز التاريخيين للنادي الاهلي تكتشفوا انه مبادئ الاهلي اللي الناس بتتكلم عليها لا هي وليده لحظه ولا وليده موقف ولا انتاج اشخاص ولا نتاج مرحله، بل هي فعلا فكره متجذره في جذور النادي الاهلي ككيان. نشوف الفريق مرتجي عليه رحمه الله يتحدث في قناة الأهلي عن مبادئ الأهلي. منذ نشأة النادي الأهلي سنة 1907 مين اللي تولى النادي الأهلي؟ كلهم عظماء البلد، هم دول اللي وضعوا الأساس، وضعوا التقاليد، وضعوا المبادئ اللي النادي الأهلي ماشي فيها. وأي واحد بيمسك النادي الأهلي لازم يمشي على هذه المبادئ، ما فيش حد عمل مبادئ جديدة، دي مبادئ كلها موروثة. لذلك أنا يعني مفيش رئيس قابلته ولا مسؤول قابلته إلا كان يفخر ويذهب ويحرص على الحفاظ على ما يسمى بمبادئ النادي الأهلي. عشان كده كانت دهشتي كاملة جدا خلال الفترة الماضية مع المجلس السابق لما بقى يتنضروا على كلمة مبادئ الأهلي، يعني إيه مبادئ النادي الأهلي ويتساءل عنها. حتى وصل الامر الاعلام اللي كان موجود وقتها مسيطر على النادي نجح انه يزرع فكره ما فيش حاجه اسمها مبادئ النادي الاهلي. فافاجئ برئيس النادي في احد الندوات الانتخابيه يقول يعني ايه مبادئ نادي؟ انا اعرف المبادئ الخير والحب والجمال اللي هي يعني المبادئ الانسانيه بتاعت افلاطون ولا كان مش عارف مين بقى، افلاطون اظن. فكان دهشتي جامده، لان لا ده هو ده اهم ما يميز النادي الاهلي، انه له تقاليده. نادي له تقاليده زي اي عائله عريقه، قبيله عريقه عندها تقاليد. بلد انجلترا النهارده بتعتبر ان من ضمن تقاليدها الناس بتروح تتفرج السياح على تغيير الحرس، مراسم تغيير الحرس قدام قصر الملكه. له مراسم. ايوه محدش يقول ان مفيش تقاليد، العراقه مع التقاليد. فطبعا مفيش حد ما ادركش قيمه هذا الكلام يعني عبر تاريخ النادي الاهلي ابدا. من هنا جاءت دهشتي في الفتره الماضيه. اذا دي كانت الذكرى السادسه لوفاه المغفور له باذن الله الفريق اول عبد المحسن كامل مرتجي، واحد من رؤساء النادي الاهلي التاريخيين اللي توفي عن عمر نهز 97 عاما وقدم مشوار طويل جدا سواء في العسكرية المصرية، واحد من رجال العسكرية المصرية الكبار والوطنيين، وواحد من رموز النادي الأهلي اللي خدم الأهلي كتير جدا وفضل دايما وأبدا حريص على التواجد اليومي في النادي كل يوم. كل هذه رحمة الله عليه. هقول لك حاجة، في سنه الكبيرة دي مرة تعثر وحصل كسر في الحوض. ما وقعت ان خلاص بقى الفريق مرتجي هيستكين في البيت، والله بقى يجي على في عكاز كده حديد بعجل رباعي وكان يجي يعمل كل يوم التدريبات ويقعد بعد كده في الجنينة. لا رحمة الله عليه كان يشعر النادي الأهلي بالنسبة له مهم جدا جدا، وكان
أب، يعني تشعر بالقيمة الأبوية بقى في الأعداد بتاعته. وكمان بيحافظ حاجات لذيذة، حاجات لذيذة حلوة تقعد تفتكرها كده تقول إحنا عشنا أيام جميلة. عشت دايما يا باشمهندس. الله يخليك.